معلش يا جماعة، كل شوية النت يقطع والزوم بيخلص. معلش معلش بجد. سامعيني كده كويس صح ولا ايه؟ سامعين حضرتك؟ معلش بجد، متأسف على اللي بيحصل، يعني مش عارف حاجة، يعني خارجة عن إرادتي. معلش طيب هنكتبهم تاني سريعا. معلش برضه. طيب المفروض ان الناتج هنا هيطلع يعني المفروض ان دول كام؟ اربعة اربعة صح؟ وده كام؟ اربعة في واحد مش كده؟ معايا ولا ايه؟ لا محمد، طيب تمام. عشان اعرف السايز بتاع الماتريكس اللي هيطلع هنا، فبشيل ده مع ده عشان اعرف ان ده هيطلع 4 في 1 مش كده. فانا عندي هنا 4 روز و1 كولوم. فاول element ده عايز اعرف اجيبه ازاي. اول element ده المفروض ان انا هضرب الرو كله في اول كولوم صح كده، وتاني element اللي هو هنا ده هضرب تاني رو كله في الكولوم ده وهكذا، والتالت element نفس الكلام هضرب تالت رو في الكولوم كله وهكذا. اوكي، فانا دلوقتي عشان اجيب اول element المفروض هنجيب الفيرست فور elements دول. وطبعا عشان الماتريكس كبير يعني المفروض يطلع برضه 4 في 4، لان انا هشيفت كل شويه الكولومز بتاعتي. يعني ده اول كولوم طالع من الشيفت روز، بعد كده هستخدم تاني كولوم طالع من الشيفت روز عشان اجيب الاليمنتس اللي بعديها ماشي، وبعد كده هستخدم ثالث كولوم طالع من الشيفت روز وهضربه برضه في الماتريكس ده عشان اجيب ايه الورد اللي بعديها وهكذا. تمام، بس انا يعني عشان برضه الكالكوليشنز كتيره شويه، فانا بس هجيب ايه اول كولوم، بعد كده انتوا الكولومز اللي بعديها ممكن تجيبوها لوحدكم وهبعت لكم برضه الاجابات ماشي. فخلونا كده نشوف اول وورد ده او اول كولم ممكن نجيبه ازاي. طيب هضرب 02 7 سي اكس اور 03 بي اف 2 اكس اور 01 2 بي اكس اور 01 3 بي. تمام، طيب أي حاجة في واحد تبقى بنفسها يعني مش كده؟ فالـ A B في واحد والـ 2 B في واحد زيهم زي بعض يعني ماشي. هي المشكلة دلوقتي عندي في الاثنين دول، يعني بستأذنكم دلوقتي معاكم كالكوليتراتكم عشان هقول لكم على طريقة سهلة نجيب منها على طول إيه الـ أي حاجة ضاربها في اثنين أو أي حاجة ضاربها في ثلاثة. فبعد إذنكم يعني خلوا الكالكوليترز معاكم كده عشان يعني نعرف مع بعض هنجيبها إزاي. أوكي طيب، عندكم في الكالكوليتر في حاجة اسمها مود تمام، وادوس عليها كده، وبعد كده هتلاقوا حاجة اسمها بيز سلاش ان او بيز يعني شرطة ان. أوكي دوسوا عليها، يعني اتمنى ان تكونوا جبتوا كالكوليترات يعني معاكم تمام. دوسوا على مود، بعد كده دوروا على بيز ان اختاروها. اوكي بعد كده هيطلع لكم حاجه كده ايه دي اي سي، ده اللي هو الديسيمال. احنا مالناش دعوه بالديسيمال، هو المفروض اللي مكتوب قدامنا ده كله بالايه، بالباينري ولا بالاوكتا ولا بالهكسا ولا بالايه
بالهكسة. الهكسة بالظبط. تمام، فاحنا دلوقتي على الهكسة. اوكي، فاحنا اي حاجة 2 في سي، تعالوا كده نكتب مع بعض 02 في 7 سي، تعالوا نجرب ونشوف هيطلع لنا ايه، طلع لنا ايه؟ اف 8 تمام، حلو قوي. هل فيها اوفر فلو؟ يعني هل هي طالعه 1 بايت بس ولا اكتر من 1 بايت؟ لا مظبوط. بالظبط، يبقى دي اللي هنكتبها، يبقى اف 8 دي موجوده معانا. تمام، مش محتاجين ان احنا نعمل لها اكس اورنج مع حاجه تانية. طب تعالوا نشوف 03 في F2. 03 باشمهندس، ايوه ايوه هو انا بكتب الارقام دي كبيتس على الكالكوليتر؟ لا 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 مش كابيتس، اكتبي 02 تايمز عادي، تايمز العادية خالص، 7 عادية برضو، سي دي هتلاقيها فوق بقى، هتلاقيها في ال هتلاقيها فوق ال HYP، الدي هتلاقيها فوق ال ساين، الاي هتلاقيها فوق الكوساين، وهكذا. تمام، شكرا يا باشمهندس. نعم خلاص تمام. فدي ممكن نعمل لها ريدكشن ازاي؟ ال 03 دي ممكن تبقى 02 اكس اور مع 01 مش كده؟ تايمز ال F2، فكأنها زيها زي اللي قبليها، ان هي 02 تايمز ال F2 صح؟ اكس اور ال 1 مع اي حاجة هتبقى نفسها F2. تمام؟ طيب انا عايزكم تجربوا كده ال 02 تايمز ال F1، شوفوا كده تطلع كام؟ انا بجرب معاكم برضه. سوري، تايمز ال F2 مش ال F1 انا اسف. 1 E4 بالظبط كده. ال 1 E4 دي فيها ايه؟ فيها اوفر فلو هنا. انا عايز اوفر فلو عندي، انا يا دوبك بس انا بستخدم يعني 8 بيتس او 1 بايت، فال 1 دي انا مش عايزها موجوده، يعني مش هينفع تبقى موجوده معايا. فساعتها همسك الرقم اللي طلع لي ده واعمل له اكس اورنج مع ايه؟ مع 1 بي. ايه ال 1 بي ده؟ تعالوا كده نكتب ال 1 بي ونشوف ده هيطلع ايه ده؟ البي المفروض ان هي تبقى كام؟ حد يعرف البي هتبقى كام؟ اكتبوها كده برضو على الكالكوليتر وقولوا لي تطلع كام باينري، قصدي يعني هتطلع 11. او يعني في بالبيتس، لو انت جبت بقى باينري دوست على بي اي ان دي اللي هي تبقى فوق اللوج، هتلاقيها ان هي طلعت لك بالبيتس صح؟ فده البيتس بتوعها، ودي ال1 اللي هي 1 بي. تمام، طب انا ليه بعمل اكس اور مع ال1 بي؟ ال1 بي دي لو احنا جينا بقى نشوف ده بال يعني نعوضها كده بالاكس، يعني اكس باور 0، هنا اكس باور 1، هنا اكس باور 2، هنا اكس باور 3، اكس باور 4 صح؟ تبقى اكس باور 4 بلس اكس باور 3 بلس اكس بلس 1، ومفروض كمان ان هنا يكون في 1، يبقى اكس باور 8. ده ايه ده؟ ده irreducible polynomial في ال 2 باور 8 اللي هو الجلوه فيلد بتاع ال 2 باور 8. تمام، واحنا اصلا الاي اس بتاعنا ده معتمد على الجلوه فيلد بتاع ال 2 باور 8، فعشان كده اي حاجه بتطلع فيها اوفر فلو لما اعمل لها تايمز 2 بستخدم على طول ال 1 بي. يعني فككم من الاكس باور 8 دي، احنا كده كده مش هنستخدمها، لان دي ايه، احنا مش هنتعرض لحاجه اكبر من ال 1 بايت بتاعنا، فاحنا يعتبر ان احنا بنستخدم ايه ال 1 بي على طول. فاي حاجه يحصل لها اوفر فلو اعمل لها اكس اورينج مع ال 1 بي. تمام، طيب تعالوا كده نجرب ال 1 اي 4 بقى اللي طلعت لنا دي، هاتوا كده الهيكسا ديسيمال تاني واكتبوا 1 اي 4 اكس اور. هتجيبوها ازاي اكس اور بقى؟ اعملوا شيفت
3 ودوروا على حاجة اسمها اكس اور، فهتلاقوها رقم 3 برضه، يعني لو الكالكليتر نفس اللي معايا يعني. ماشي، يبقى 1 اي 4 اكس اور مع ال 1 بي، شوفوا كده تطلع بكام. وان اف اف تمام، ال 1 اف اف دي انا برضو طلع لي اوفر فلو. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هنجلكت ال 1 ده خالص، ال 1 ده هشيله وارميه في الايه، في البسط. عندي الريزلت بتاعتي اف اف ده ايه، ال 2 تايمز اف 2. طيب انا لسه ما عملتش اكس اور مع اف 2، هعمل اكس اور مع اف 2 اف اف بس مع الاف 2، فشوف كده اف اف اكس اور مع ال اف 2 هتطلع بكام. دي تمام، نكتبها برضو في الـ في ال 1 بايت بتاعتنا، نكتب الزيرو والدي، فدي تطلع هنا ايه، زيرو دي. الكلام ده كله هنعمله على الكالكوليتر اكس اورينج مع بعضه، عشان ايه؟ يا دوبك بس نطلع اول اليمنت. فيا ريت كده برضو يعني الناس تعمله معايا. انا بعمله معاكم برضو هنا اكس اور برضو، معلش. تطلع بكام في الاخر؟ هتطلع حاجة؟ تطلع 5E. تطلع كام؟ 5E. 5E. لا جربي تاني، انت عرفت الاكس اور بتجيبيها ازاي؟ 7 5. تمام 7 5، الاكس اور بتجيبيها ازاي من الكالكوليتر؟ من على الكالكوليتر عرفتي تجيبيها ازاي صح ولا لا؟ يمكن اكون حطيت ساين حاجه غلط. تمام اوكي، يعني هاتي شيفت 3 ودوسي على، دوري على اكس اور ودوسي عليها، يعني دوسي على الرقم بتاعها. تمام، واعملي كلهم اكس اورينج مع بعض، هيطلع في الاخر ايه 75. ده اول element عندي. تمام، هعمل معاكم تاني element بعد كده، ايه الباقي يعني ان شاء الله هبعت لكم الاجابات وانتوا جربوا برضه بايديكم، يعني ما تتفرجوش بس، المهم ايه انتوا تجربوا بايديكم. تمام، طيب تاني element تعالوا كده نعمله هنا برضو. قولوا لي كده تاني element هجيبه ازاي، هضرب ايه في ايه؟ يعني انا اول تاني رو، ايوه تاني رو في الكول بالظبط كده، برافو عليك. 7C اكس اور الاف 2 اكس اور 3 في 2 بي اكس اور 1. لو شايفيني بعمل حاجه غلط برضو قولوا لي، عشان انا ممكن الارقام تروح مني او حاجه، يعني اللي شايفني بعمل حاجه غلط ينبهني. تمام، طيب اي حاجه في 1 هتبقى هي هي نفسها. هنا ايه؟ هي اول واحده 7C مش FC. تمام، عشان كده ايه؟ كنت بقول لك برضه مش سي 7C. طيب وهنا برضه 7C، معلش. اوكي طيب، هاخد برضو ال 2 واضربها في F2. تمام، وهاخد ال 3 واضربها في الايه، في 2B. حد ممكن يقول لي دي تطلع بسرعة كام يعني؟ ما هي ال FF زي اللي فاتت بالظبط كده. تمام، يعني مش هاخد دي صح؟ لا دي كانت تايم 3 بالظبط كده، برافو عليك، فدي تمام. طيب دي هتطلع بكام؟ برضو هنقسمها، لازم نقسمها، يعني لازم نقسم ال 0 3 دي ل 2 1 عشان نسهل على نفسنا الايه؟ الحسابات.
اوكي هتطلع 02 2b اكس اور مع 2b. يا ريت حد يقول لي كده ال 02 مع ال 2b تطلع بكام؟ 5 6. تمام. هل 5 6 دي فيها اوفر فلو؟ فيها بيت زياده هنا؟ ما فيهاش. تمام. فعلى طول هعمل لها اكس اورنج مع الايه؟ مع ال 2b تطلع بقى بكام؟ سيفن دي. تمام شكرا جزيلا باشمهندس. ايوه انا مش فاهمه الاوفر فلو ازاي طلعت 0 دي، عملنا ايه معلش؟ تمام بصي احنا بنقسم في يعني بناخد ال 03 دي تايمز الاف 2. تمام هناخدها بره ونقسمها ل 02 تايمز 01 او سوري اكس اور مع 01 في الاف 2، فطلع كده عندنا 02 تايمز الاف 2 اكس اور مع الاف 2. اوكي لما جينا نعمل ال 02 تايمز الاف 2 ما طلعش 1 بايت على بعضيها، لا طلع 1 بايت وبيت زياده كمان، فدي مشكله. احنا مش عايزين كده، احنا اونلي عايزين 8 بيتس بس. تمام فعشان نتخلص من ال 1 دي خالص لازم نعمل لها اكس اورنج مع الريديوسبل الريديوسبل فانكشن بتاعه الجلوه فيلد اللي هو كام؟ 2 باور 8 اللي هو ده. طب ده هيبقى كام بالباينري؟ هيبقى بالرقم الموجود قدامك ده اللي هو في الاخر هيطلع 1b. تمام فهتعملي الرقم ده اكس اور مع ال 1b هيطلع في الاخر ايه؟ ff او كان 1ff. تمام ال 1 ده هنجلكته خالص كانه مش موجود. تمام وهناخد ال ff بس لوحدها ونعمل لها اكس اورنج مع ال f2 اللي هي كانت ناقصه ان احنا لسه ما عملناهاش، هنعملها اكس اورنج مع الاف 2 هيطلع 0 دي، هو ده الريزلت بتاعنا في الاخر. تمام ولا تمام يعني لازم افك ال 03 الحاجتين يعني ما ينفعش اشتغل على طول 03 تايمز اف 2؟ لا لا لازم تفكيها الاول عشان يعني المفروض ان احنا لما بنيجي نعمل تايمز يعني هقول لك ال 3 دي المفروض ان هي بتكون كام؟ سوري المفروض ان هي بتكون ال 2 1 صح؟ فانا لو عايز اضرب الثلاثه دي يعني مثلا ليتس سي ان هنا فوق في 5 او فوق في سوري ال 7، لا ده مش 7 يعني الرقم ده اللي هو كله 1 15. تمام 15 في 3 عشان اجي اضربها انا هعمل كده هضرب الارقام دي كلها في اول بت بعد كده ارقام كلها في تاني بت وهعمل شيفتنج صح؟ تمام؟ تمام فانا المفروض ان انا ده هو ال 15 نفسها تمام؟ وده ال 15 شيفتد بواحد ناحيه الليفت فهو ده اللي بيخليني اكتب 2 1. تمام التول لوحدها دي اللي هي ايه؟ هي 0 0 1 0 صح؟ فانا عملت هنا شيفتنج ناحيه ناحيه الليفت بواحد تمام كاني عملت شيفت ليفت ناحيه الواحد فحطيت ال 15 متشفته ناحيه الواحد تبع دي مش 15 يعني هنا المفروض في 0 هنا في 0 كمان صح؟ تمام فانا لازم تمام. افكها ال 2 تايمز اف 2 اكس اور اف 2. تمام شكرا يا باشمهندس. تمام حد عنده اي مشاكل؟ طيب دي تاني element يبقى هنا حد قال لي الاجابه هنا كام؟ بالظبط كده فدي تاني element معايا يبقى انا كده جبت اول element وتاني element. تمام برضو عشان الوقت يعني احنا طولنا قوي في المساله دي الصراحه فهديلكوا الحل على طول اوكي بس يا ريت تجربوها كده element by element بايديكوا
الموضوع هيبقى سهل يعني ان شاء الله. اوكي طيب خلونا نروح على السؤال اللي بعده كده. احنا خلصنا سؤال رقم 2. سؤال رقم 3 بيقول لنا ايه؟ برضه هو نفس الحكايه بتاعت الميكس كولومز، بس المره دي احنا بنشوف التاثير لو احنا غيرنا اونلي 1 بايت او اونلي 1 بت في الميكس كولومز، ايه اللي هيتغير عندنا في الاوتبوت. ماشي، بيقول لي compute the output of the mixed columns transformation for the following sequence of input bytes، ومديني الرقم اللي قدامي ده. change the first byte of the input from 67 to 77، perform the mixed columns transformation again for the new input and determine how many bits have changed in the output. اوكي طيب خلونا كده نعملها سريعا. طيب هو مديني الكولوم جاهز، الكولوم كان كام؟ 6 7 بعد كده 8 9 ممكن هو في اللي فاتت لما كنا في الاخر بنعمل اكس اورنج ليهم، انا كل مره بكتب نفس الارقام على الكالكوليتر يطلع اجابه مختلفه في الاكس اور. طب كتبتي كام معلش؟ او انت كنت جايبه ال ال يعني كتبت F8 XORed مع 0D XORed مع 2B XORed مع AB. أول مرة طلعت لي AB، تاني مرة 7-8، تالت مرة 5-3، يعني كاتبة نفس الحاجات. برضه واحدة زميلتي جربتها طلع لها برضه أول مرة AB، هو طبيعي بيقعد يغير في الأرقام كده كل مرة دخل نفس الحاجة؟ لا طبعا هو مش هيقعد يغير في الأرقام، ده يعني دي حاجة انا بصراحه مش عارف هو ليه عمل كده يعني، بس انا لما بجربها عندي على الكمبيوتر انا بجربها معاك دلوقتي برضه. ثانيه واحده 7 دي اكسور مع الاي دي، انا كل مره بدوس ايكوال كل مره بيطلع لي ان هي 5 5. فهل انت مثلا بتغيري المود بتاع ديسيمال وهكسا ديسيمال وباينري اوكتا بتلعبي فيهم؟ احنا المفروض دلوقتي على الهكس ديسيمال بس. أنا سايبها الهكس بس تمام، ممكن أبقى أشوف كده في مشكلة يعني. طيب تمام، يعني ممكن برضه نشوف آخر السكشن كده مع بعض لو في مشكلة تاني، بس عشان نلحق بس نخلص يعني، و يعني قشطة ممكن نشوفها مع بعض. تمام طيب. طيب هو عايز دلوقتي يعمل برضه نفس الأوبريشن دي، نعملها بسرعة بقى إن شاء الله. 0 2 في 6 7 انا كده بجيب ايه؟ اول element صح؟ XOR AE XOR مع CD. تمام يعني على طول كده نعملها مع بعض تبقى كام؟ حد يقول لي كده ممكن دي تعمل ازاي؟ جربيها برضو معانا تاني كده وشوفي هيطلع الانسر صح ولا لا. يعني جربي دي كده مثلا. دي هتطلع كام؟ حد يقول لي. CE تمام، وهنا XOR دي هنفكها برضو ل 0 2 اهو معاك برضو 0 2 تطلع 1 1 2. بعد كده نعمل لها اكس اورنج مع ال 1 بي هتبقى 1 0 9، فهناخد ال 0 9 بس وهنعمل لها اكس اورنج مع ال 8 9.
تطلع 8 0. وهنا اكس اور مع الكلام نفسه تطلع ب 2 8. تمام، جربوا كده الاكس اور دي كلها مع بعض. الاكس اور زي ما قلت لكم، يعني هقول لكم تاني، هو شيفت دوروا على حاجه تحت اسمها بيز، هتلاقوها تقريبا فوق الثلاثه، شيفت بيز، واختاروا الاكس اور من جوه لو لسه مش عارفين تجيبوه. طلعت معاكم 2-8 ولا لا؟ يعني حد يقول لي بس طلعت 2-8 ولا ما طلعتش معايا، يعني عشان بس. تمام تمام، اه طلعت يا باشمهندس. تمام جدا. طيب يبقى ده اول element عندي ال 2-8. انا هكتبهم بقى بسرعة عشان الصراحة يعني احنا طولنا شوية. تمام. طيب هو عايز ايه بقى؟ هو عايز يغير 1 bit، يعني بدل ما دي تبقى 6 7 تبقى 7 7. تمام، وعايز يشوف التأثير اللي هيطلع على الاوتبوت ده هيغير كام بيت عندي. برضو انا مش هقدر اكتب كده، مش هينفع كده. هتبقى هنا 7 7 8 9 AB و CD. تمام، فأنا برضو هضرب نفس الكلام ده في الايه، في الماتريكس اللي عندي. تمام، هضرب الماتريكس في الكولم ده، هيطلع كام؟ 0 2 في 7 7 اكس اور 0 3 8 9 اكس اور اي بي اكس اور سي دي. تمام، ده هيطلع 0 8. ماشي، بعد كده نفس الكلام، هاخد تاني رو نضربه في الكولوم ده، هيطلع 5 5. بعد كده هيطلع اف اف ثالث element، بعد كده هيطلع اخر element خالص 3 a. تمام. طيب هنا انا عايز اشوف بقى لما انا غيرت only 1 bit في الكولوم ده ايه اللي اتغير عندي هنا. تمام، بتغير عندي حاجات كتيرة الصراحة، يعني هقارن الزيرو 08 بال 28. الزيرو بال 2 يعني عندي 0 وال 2 كده، في كام بت اتغير؟ 1 بت. تمام ماشي. 5 5 ال 5 وال 5 زي ما هم، ال 4 وال 5 هم ايه اللي متغيرين على بعض. هشوف برضو الفور بكام، عند 0100 وعند 0101، فكده في كام بيت اتغيرت؟ برضو هنا 1. تمام. طيب عايز اشوف الاف اف والاي اف. طيب انا عندي الاف والاف زي ما هم، والاي والاف هم اللي اتغيروا. الاي هتبقى بكام؟ حد يعرف؟ هو فرق واحد برضه. تمام 1110، وهنا تبقى 1111 صح. فهنا فرق واحد، وال3 والايه فرق 2 بالظبط، 0 فرق 2 يعني. تمام، ال3 وال0 اهي، وال3 اهي، سوري، يبقى هنا فرق 2، فكله على بعضه ادي عندي 1 2 3 5. يبقى 5 bits اتغيروا لما غيرت بس ايه 1 bit عندي. تمام. طيب ادي السؤال ده كمان خلص. الدنيا سهله ولا صعبه؟ انا بس يعني عايزكم تبقوا فاهمين معايا يعني. الدنيا تمام. اه تمام يا باشمهندس. طيب تعالوا نخش على رقم 4. احنا رقم 4 تقريبا قلناها في اول السكشن خالص واحنا بنشرح الاي اس. تمام،
بيقول لنا ايه؟ compare AS to DS for each of the following elements of DS. Indicate the comparable element in AS or explain why it's not needed in AS. طيب تعالوا نفكر كده مع بعض. أول حاجة خالص ال XOR of sub key material with the input to the function to the F function. تمام؟ احنا قلنا ال F function دي اللي هي ال S box في ال DS. يعني هو أي حاجة بيتكلم عنها دلوقتي هو بيتكلم عن ال DS. تمام؟ فال F function دي هي ال S box. هو بيقول لي إيه بقى؟ ال XOR of sub key material with the input to the F function. هو عايز يعني الشبيه بالسب كي هيبقى ايه هنا عندنا في الاي اس يا ترى؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ يا شباب تعالوا كده نجيب اللي بتاع ده الدي اس عندي صح؟ الدي اس هو قال ايه؟ وقال ان الانبوت للفانكشن بتاعتي هو ده. تمام، حلو قوي. هو عايز بقى الراوند او الحاجه اللي بتريزمبل الراوند كي في الاي اس هو ايه، او السب كي يعني في الاي اس هو ايه. ده اللي كان الاد الراوند كي بالظبط كده. تمام، الله ينور عليك، هو ده. طيب بعد كده عايز ايه؟ ال XOR of the F function output with the left half of the block. تمام؟ يعني ايه؟ ادي الفانكشن بتاعتي. الفانكشن كانت فين اهي؟ هي دي الفانكشن وده الاوتبوت بتاعها. وعايز ايه؟ XOR of the F function output with the left half of the block. يعني طلعت هنا الاوتبوت خلاص وعملت له بيرميتيشن. تمام، هو ما قالش حته البيرميتيشن دي مش مهم، بس انا لما اعمل له اكس اورنج مع الليفت هاف، فاكرين لما بعمل الاكس اور مع الليفت هاف اللي جاي من الليفت هاف، يبقى انا كاني عملت ايه؟ هل عملت شيفت روز ولا عملت ميكس كولوم؟ انا عملت اوبريشن معينه. الشيفت رو ما بتعملش اوبريشن، الشيفت رو هي مجرد بس بتشيفت روز، لكن انا هنا عملت اوبريشن. فهي عشان انا عملت اكس اور مش مجرد بس شفت وخلاص، فكانها زي ايه؟ الميكس كولومز. تمام؟ تمام ولا مش واضحه ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس. طيب ماشي. الاف فانكشن احنا اتفقنا اللي هي الاس بوكس. الاس بوكس شبه ايه؟ شبه السب بايتس صح ولا ايه؟ مش الاس بوكس دي انا بخش على جدول معين واجيب منه سيرتن اوتبوت، يعني بخش بسيرتن انبوت وبطلع سيرتن اوتبوت صح؟ فهي شبهها شبه الايه؟ السب بايتس. طيب اخر حاجه، او مش اخر حاجه، البرميتيشن. البرميتيشن شبه ايه؟ الشيفت روز. بالظبط، برافو عليك. تمام، طيب اخر حاجه خالص ال swapping of halves of the block. عندنا اصلا swapping في ال AS؟ ما عندنا. احنا مش بنقسم البلوك. نعم، بنقسم البلوك اصلا عشان نعمل swap في ال AS؟ لا، ما بنقسمش البلوك. احنا في ال DES بنقسم البلوك، عندنا left half right half، لكن احنا بنقسم في ال AS left و half ما بنقسمش. في الحقيقة احنا ما عندناش سوابنج هنا خالص، يعني في الدي اس ممكن تلاقي سوابنج. يعني لو جينا نشوف مع بعض، السوابنج هنا هو موجود. تمام، لكن في الميكس في الاي اس انا ما عنديش سوابنج. ليه بقى؟ لان انا اوريدي خلاص عملت ميكس كولومز وشيفت روز. هو المفروض السوابنج ده بيديني مور ديفيوجن اكتر. تمام، بس انا الديفيوجن اخدته عن طريق ان انا عملت شيفت روز وعملت ميكس كولومز خلاص. اوكي، فمش محتاج ان انا اعمل سوابنج
وفي نفس الوقت مفيش حاجه بتريزمبل السوابنج يعني مفيش سوابنج جوه الاي اس، لكن في حاجه بتريزمبل عن طريق ان انا بعمل شيفت روز وميكس كول. تمام، الدنيا واضحه؟ واضحه ولا ايه؟ تمام. باشمهندس طيب بعد كده تعالوا كده نخش على المودز اوف اوبريشن. تمام، طيب المودز اوف اوبريشن عندنا هم خمسه مودز اوف اوبريشن اكشلي. اول حاجه الالكترونيك كود بوك اللي هو اللي احنا بنستخدمه طبيعي خالص، ان انا بدخل بلين تكست تمام دايركتلي بعمل له انكريبشن بسيرتن كي وبيطلع لي سايفر تكست، كل مره بدخل بلين تكست وبيطلع لي سايفر تكست وهكذا. تمام، طيب هل هنا انا عندي اوفر هيد؟ احنا هنقارن بثلاث حاجات، كل مره هنقارن ما بينهم وبين بعض بثلاث حاجات، اوفر هيد وايرور بروباجيشن وديفيوجن اند سكيورتي. تمام، هنا معنى الاوفر هيد يعني انا عندي حاجه تانية غير الكي محتاجه ابعتها، حاجه تانية اضافيه على الكي محتاجه ابعتها عشان يعرف يديكريبت. فهنا انا هنا عندي حاجه غير الكي محتاجه ابعتها، عندي ولا ما عنديش؟ عندي initial value يعني ولا ما عنديش؟ انا حاسس ان انتوا مصدومين، في حاجه يعني ممكن تقولوا لي؟ طيب يا شباب انتوا معايا؟ ما فيش initial value. تمام، ما فيش initial value، ما فيش عندي overhead. طيب طيب هل لما يحصل error هي propagate؟ هل هيبقى عندي error propagation؟ لا مش هيحصل error propagation. تمام، طيب ال diffusion هنا او security هنا عاملة ازاي؟ هل diffusion يعني معناها ايه؟ ان انا لو دخلت plain text نفس ال plain text بنفس الكي هيطلع لي نفس السايفر تكست مش كده؟ صح؟ فمعنى كده ان الديفيوجن بتاعتي والسكيورتي قليلين جدا. اوكي؟ طيب ده اول حاجه، ده الالكترونيك كود بوك. طيب لقينا ان احنا لما نيجي نعمل انكريبشن لصوره هتبقى الملامح بتاعتها باينه. معنى كده ان الديفيوجن والسكيورتي عندنا قليلين جدا. طيب فقلنا ان احنا نستخدم حاجه ثانيه او ان احنا في اوبريشن ثاني، مود اوف اوبريشن ثاني اسمه السايفر بلوك تشيننج. السايفر بلوك تشيننج زي ما هو موجود قدامكم كده، ان السايفر بيخش على الراوند اللي بعديها تمام، بيعمل اكس اورنج مع البي 2 والانكريبشن ويطلع لنا سي 2 وهكذا، السي 2 تخش على اللي بعديها يعمل اكس اورنج مع البلين تكست اللي بعديه ويطلع لنا سي 3 وهكذا لحد ما نخلص كل اللي عندنا. اوكي، طيب سؤال هنا، في اوفر هيد ولا مفيش بعد ما عرفنا ايه هو الاوفر هيد؟ في عندنا دلوقتي عندنا ولا ما عندناش؟ في. تمام، يبقى عندنا اوفر هيد. طيب الايرور بروباجيشن موجود ولا لا؟ يعني لو في ايرور حصل في سي 1 هل هيأثر على باقي السيهات ولا لا؟ هيأثر على كله فعلا. تمام، كل السيهات تتأثر عندي. تمام، طيب الديفيوجن والسكيورتي انا بقى كده عندي مور ديفيوجن ولا عندي لاس ديفيوجن زين السي بي سي؟ سوري زين الاي سي بي. مور ديفيوجن احسن بالظبط، ان بقى كل سايفر تكست معتمد على اللي قبليه، مش مجرد بس ما ادخل بلين تكست نفس البلين تكست بنفس الكي هيطلع لي نفس السايفر تكست،